السلام علیکم سامعین، 20 جمادی الاولی ہے، 15 دسمبر ہے، سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات مدرسہ خادم العلوم باغوں والے کے شعبہ تجوید کے استاد حضرت مولانا قاری محمد اکمل کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها عشية أو ضحاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها